بالنسبة للنتوركينج نفسها عندنا، يعني لما هنيجي كده نبص عليها ده فعليا كده، يعني ده فعليا هي حاجة موجودة، وده اللي احنا هنكون بقى بنطبق عليه كإكزامبل. ده كده هو هيكون عبارة عن ايه؟ هو عبارة على اوبجكت، والاوبجكت الموجود ده زي ما انتم شايفين عبارة عن كي وفاليو. انا جايب لك هي داتا فعليا جيسون موجودة يعني. فادي هنا كي، ده ابلكيشن، ده اللي هو الهاكينج ابلكيشن اللي هنكون بنعمله مع بعض، بيجيب لك بيانات عن المكان اللي انت فيه. زي مثلا هنا ليكن انا كنت يعني كنت فاتحه من فلاشه ساعتها، فلاشه انترنت يعني، عشان كده هتلاقي هنا ان هو بعد ما طلع لي السيتي والكونتري والكونتري كود، فطلع لي هنا الانترنت سيرفيس بروفايدر مين؟ اتصالات مصر. كمان بيجيب لك خط الطول والعرض اللي انت فيه، يعني حتى كان معانا يعني زمايلكم في المانيا يعني، فكانوا ان هو بنخليهم هو بقى اللي يجربوا ده عندهم، ويبداوا بقى يقولوا لنا النتيجه اللي طلعت عندهم، فبالتالي ايه؟ هتلاقي لا نتيجه تانيه مختلفه، فهو بيطلع لك على حسب المكان اللي انت فيه، حتى بيطلع لك هنا التايم زون يعني. فدي كده داتا. طيب هي الداتا، شايف الداتا اللي قدامك دي؟ يعني انا عايز اقول لك الداتا اللي قدامك اللي هي عباره عن تكست، ودي انت ممكن تكون مش متخيل تعمل بيها ابلكيشن زي ايه؟ دي تعمل بيها ابلكيشن زي اللي قدامك ده. فطبعا زي ما انتم شايفين هي بعض التكست طلعت لك ابلكيشن بقى، هنا في عندك صور، وعندك بقى هنا ايه كل بقى الديتيلز اللي انت محتاجها، مثلا زي الابلكيشن ما كنت شغال عليه كان اسمه بوكس موفيز. ففي الابلكيشن ده هو يعني اللي بيحصل فعليا ان هي صوره زي دي هي كانت عباره عن لينك زي كده اللي احنا شفناه في بيكاسو، وكل اللي كنت بعمله اني بس ببعت طبعا ده كده ريسايكلر فيو، يعني ببعت هنا ايه للادابتر بتاعنا اللينكات بتاعت الصور وهي تبدا ايه تنزلها، وهنا برضو لينك. طيب ده مثلا هنا كان ليكن اسمه كي وفاليو، الكي كان مثلا موفي تايتل، والفاليو كانت مثلا كلمه جلاس ولا حاجه. فكنت انا عادي برجع هنا الموفي تايتل، كنت شغال ساعتها بولي يعني في الابلكيشن ده، وهنا الفاليو رجعت لي ايه الجلاس الموجوده هنا مثلا وقت الفيلم. انت خلاص الداتا بترجع لك تكست، تاخد انت التكست بقى تعمله ايه سيت تكست بقى، وسيت تكست سايز، وسيت تكست كلر، ولو عايز تعمل انيميشن للتكست، واي حاجه انت ايه عاوز تعملها يعني. فطبعا زي ما انتم شايفين كده ده الاكزامبل بتاعنا بالنسبه للنتوركينج.